السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في فيديو جديد وروتين جديد. الروتين بتاعنا النهاردة عايز أقول لكم فيه تنظيفات عميقة ومش عميقة في نفس الوقت. إزاي عميقة ومش عميقة؟ هتشوفوا معايا في الفيديو. مبدئيا كده، المكان اللي احنا هننظف فيه النهاردة الشقة دي محدش ساكن فيها خالص، يعني فاضية بمعنى أصح، كمان مفيهاش فرش ولا كمان فيها نسبة من الكراكيب، بس في الصالة فيها بس هي ركنة كده قديمة، عايزة أقول مش متكسرة قوي يعني، كمان اللي جنب الركنة دي مش عارفة اسمها ايه، بس هم دول اللي في الشقة كلها، ما فيهاش أي حاجة تاني، الصالة فاضية زي ما شفتوا معايا. الصالة طبعا واضح في البداية كده، في بداية التصوير ما فيش تراب، ما فيهاش أي حاجة، الأرض بتلمع، الأرض جميلة، الأرض نظيفة، فأنا هنضف فيها إيه؟ لا، هتشوفوا معايا لما أبدأ أكنس كده بالمقشة، جبت المقشة وبدأت أكنس بتطلع نسبة من التراب كده، والتراب يفضل يتجمع وحاجات كده هتشوفوها معايا. لأن هي طبعا البتاع اللي هي جنب الركنة دي مش عارفة اسمها ايه، ما علينا، واخدة مكان، واخدة مكان ضخم يعني، واخدة مكان بالعرض، انا حبيت احركها كده من مكانها واخليها بالطول، اوقفها كده بالطول عشان ما تاخدش مكان بالعرض وانضف تحتها وكده، لكن ما عرفتش اعمل كده خالص. اولا تقيلة، تاني حاجة ان هي ايه، فيها ازاز، فانا حبيت احركها كده، لقيت الازاز هيتبهدل مني وهي تقيلة وانا مش بشيل اي حاجة تقيلة، فقلت لا انا هسيبها مكانها كده، احركها بس امسح تحتها وارجعها زي ما كان. الحاجات كده اللي متركنه كده مش بحبها انها تاخد مكان خالص يعني، ايا كان بخليها، احب اخليها تاخد مكان صغير، لكن ما عرفتش سبتها مكانها. نيجي هنا بعد ما بدات اكنس وكده، اتفاجئت بحاجه، اتفاجئت بالعقرب اللي انتوا شايفينه ده قدامي، ما اعرفش فيه ايه وجه ازاي وطلع لي منين مش عارفه، لقيته كده قدامي، لكن مع ذلك عايزه اقول لكم ان انا ما خفتش خالص ولا تهزيت ولا اتحركت، بس قتلتها او موتها بمعنى صح. هي صغيره، حجمها صغير على فكره مش كبير، بس هي الكاميرا ظاهره ان هي كبيره، فاهمين، لكن هي حجمها صغير. رجعت طبعا ووصلت التنظيفات بتاعتي، شفتوا الصاله انتوا كنتوا ظالمينها او الكاميرا ظلمها، فيها نسبه كبيره من التراب، بصوا ده كله طالع من الصاله. بعد كده الاوضه، شايفين الاوضه دي متسخه لدرجه فظيعه، فيها حاجات كمان لازقه فيها، حاجات متكومه فيها، عارفين ان الاوضه دي كانت امي بتربي فيها فراخ، عشان بتربي فيها فراخ فتلاقيها فيها حاجات لازقه فيها وكده، مكان تربيه الفراخ وكده، اي نعم اتنضفت وتشال الحاجات اللي فيها وكده مكان تربيه الفراخ، لكن فيها حاجات لازقه في الارض، عشان الحاجات تبقى لازقه وتطلع معايا بكل سهوله، رحت جايبه خرطوم من الشباك وبدات ارش واغرق الارض كده. اول حاجه رشيتها، رشيت الارض الاوضه دي، بدات ارش الاوضه ليه؟ عشان خاطر حاجات مع الميه تلين كلها وتطلع، فاهمين، لكن هبدا طبعا في المسح، هبدا بالصاله. ليه هبدا بالصاله؟ عشان خاطر الميه كلها تنزل ما تدخلش الاوض ولا اي حاجه، فبدات امسح الصاله الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني بالنسبه لي التنظيفات العميقه ايه؟ اللي هي بالخرطوم، بالميه والخرطوم كده والميه الجاريه كده، بيبقى بالنسبه لي ده تنظيفات غير الشرشوبه خالص، لان طبعا بتبقى واسطه مليون في الميه ان الحاجه دي نطفت، خاصه انا مش عايزه اقول لكم ان انا مسحت مره واثنين وثلاثه، الصاله بمسحها مره واثنين وثلاثه وكذلك الاوضه، لكن في التصوير عايزه اقول لكم ان انا ما صورتش المره واثنين وثلاثه، ليه؟ عشان خاطر ان انا مش بحب التكرار، فاهمين؟ عشان ما تملوش مني ويبقى الفيديو طويل على الفاضي، وهو مسح اولا واخيرا بمسح، فانا ما حبيتش اكرر موضوع ان انا ايه اصور وانا بمسح مره، واصور وانا بمسح تاني مره، وانا اصور وانا بمسح تالت مره، ما حبيتش اعمل كده. لكن بالميه بالنسبه لي بيبقى كل حاجه متاحه، كل حاجه سهله، خاصه زي ما شفتوا كده، لان المكان فاضي، الصاله فاضيه ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي فرش، بالنسبه لي كان سهل جدا ان انا امسح بالميه، عكس لما بيكون المكان مفروش بيبقى صعب جدا انك انت تعملي كده. طبعا زي ما قلت لكم المكان البتاع دي مش قدرتش احركها خالص، كمان الارضيه بتاعتها هي على جنب اساسا مش ارضيه يعني، بس يعتبر ان هي ما فيهاش ارضيه فاضيه، فرحت بالخرطوم كده بدات اغرقها،
وطبعا هحركها من مكانها وهنضف تحتها وارجعها طبعا تاني، هتشوفوا معايا. لازم كنت اعمل كده، ما ينفعش كنت اسيبها كده، مع انها زي ما قلت تقيله وكده، لكن في الحركه مع الميه بتبقى حركتها مع الميه بتبقى سهله، غير لما ما يكونش فيه ميه بيبقى صعب، صعب تبقى تقيله، لكن مع الميه بيبقى الحركه سهله جدا. بعد ما مسحت برجع بالمساحة كده أجر وأنشف في الأرض كده عشان خاطر إيه أوصل لدرجة اللي أنا عايزاها أو الأرض تنشف معايا بسرعة، فاهمين؟ لكن بالنسبة لي والله كان الموضوع خد دقايق مش أكتر، يعني أنا عايزة أقول لكم في الشقة كلها أو خدت ساعة ساعة وحاجة يعني كده، مش وقت مش وقت، الواحد لو فاضي هي الوقت ده هتلاقيه طار منك بسرعة. زي ما قلت لكم ان انا رشيت ميه وبدات اخد ايه اجر الميه اللي هي تحت البتاعه دي. ايا كان بصوا احب ادخل المكان كده نفسيتي ترتاح لي، ببقى مستريحه، مش هخش المكان ابقى تتبهدل من التراب عشان احنا مش عايشين فيه، لكن مش معنى كده ان احنا نسيبه بيتبهدل، لكن ما بنخش فيه بندخل فيه، ما ينفعش ان احنا ايه ما ينفعش ان احنا نسيبه كده. كمان عايزه اقول لكم ان انا ما نظفتش تنظيفات عميقه ليه. هنيجي للاوضه، اوضه عايزه اقول لكم ان انا المفروض كنت عقمتها وحطيت منظفات، والصاله كمان عملت بمنظفات ومسحت بمنظفات ارضيه وكده، انا ما حبيتش اعمل كده خالص خالص. ليه؟ لان انا هجيب السجاد، هنظف السجاده او هغسل السجاد في الشقه، فانا بالتالي لما هغسل السجاد في الشقه الميه هتغرق، هتجري الميه على الصاله وهتجري كمان على الاوضه، فعشان كده ما حبيتش انضف تنظيفات عميقه. يعني انا بالنسبه لي الخرطوم تنظيفات عميقه، وان انا مش عميقه بالنسبه لي اللي هو ايه ان انا ما استخدمتش منظفات او مطهرات او اي حاجه عقم باقي الارض. ليه؟ عشان انا لسه هاجي وهمسح تاني، يعني عايزه اقول لكم دي تنظيفات خفيفه او تنظيفات مبدئيه كده عشان كل حاجه تتظبط معايا. زي ما قلت لكم كان المفروض ان انا عملت كده، بس انا ما عملتش كده خالص عشان هنضف، اجيب السجاد واغسل السجاد وانضفه، بالتالي كل حاجه هتبوظ تاني، وساعتها برضو هرجع امسح تاني واعقم تاني وانضف تاني. لو احنا عايشين فيه وفي اقامه تامه في الشقه دي كان طبعا كنت لازم اعمل في وقتها تنظيفات عميقه لازم، لكن عايزه اقول لكم ان احنا مش عايشين فيه، ف اهتميت وما اهتمتش مع صح يعني من النهاية. هنا طبعا كنت الصالة نتفت وكده، بس برضو غسلتها او مسحتها مرة واثنين وثلاثة عشان اثق، يبقى في ثقة ان انا خلصت الصالة كده وطلعت منها وهي نظيفة تماما. بصوا الارضية هنا او السيراميك هنا مش برجح ان هو الارضية تبقى متلونة كده، الواحد يبص لها كده يحس ان هو دايخ يعني مش عارفة يعني. ايا كان الارضيه لما بتكون لون واحد، لون موحد ساده، لون موحد بيكون شكلها ظريف قوي، العكس لما بتكون كده فيها الوان الطيف بتكون طبعا بتتعب النظر، حاسه ان هي مش عارفه مش برتاح انا للموضوع ده. ما علينا، رجعنا ودخلنا الأوضة. الأوضة طبعا زي ما قلتلكوا هي متبهدلة، وأنا حبيت أرش في الأول كده الأوضة عشان أي حاجة متسخة فيها تنزل منها وتطلع منها والكلام ده كله. رحت جايبة الفرشة بتاعت المقاشة قديمة طبعا، وبدأت أدعك في الأوضة. هنا طبعا كان لازم أدعكها كويس جدا جدا عشان أي حاجة لازقة فيها بتطلع معايا بكل سهولة. طبعا غرقتها بالمية عشان أي حاجة طبعا تطلع معايا، وسبتها شوية هدعك فيها كده، وبعد كده اجر بالميه. طبعا الميه عايزه اقول لكم ان انا ما قفلتش الميه اطلاقا، سبتها كده شغاله عشان خاطر ايه تنضف الارض معايا كويس. بصوا انا برش كده وبجر بالمساحه وافضل اجر وارش وكده، دعكت الارضيه كويس دلوقتي. وبعد كده رحت طبعا عامله ايه دعكتها تاني وهي فاضية، دعكتها تاني. المفروض كنت طبعا انا حطيت منظفات، لكن زي ما قلت ان انا ما حبيتش احط منظفات، فقلت يا ريتني بجد بعد كده ندمت، وقلت يا ريتني ان انا كنت عملت كده وحطيت منظفات، وما فيش مشكلة ان انا قررت الموضوع تاني وعقمت تاني وحطيت منظفات تاني، يعني هي دي غلطة، لكن عايزة اقول لكم هلحقها. طيب ملحوقة بالخرطوم كده، الخرطوم طبعا كان مساعدني تماما، عارفين لو كانت الشرشومه كنتش هعرف اعمل اي حاجه،
كانت هتبهدل الدنيا طبعا، ومش هتنضف بالشكل اللي انا عايزاه، لكن بالميه والخرطوم كده بالنسبه لي كان احسن، لان زي ما انتم شايفين كده الخرطوم مع المساحه على طول، الخرطوم مع المساحه على طول كان لازم يبقى مع المساحه عشان كل حاجه تنضف مع بعضها. شفت ورا الباب، ورا الباب كان كوم متكوم كده، فحبيت اتخلص منه. وانا طبعا كنت مسحت اول مره ورجعت طبعا اعمل ايه، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ورجعت طبعا ادعك الارض تاني عشان لو فيها بقايا فيها اثر لاي حاجه تطلع معاك، يعني زياده تاكيد معنى اصح. يعني لما بعمل حاجه عارفين انا مش بسيبها لورايا كده في حاجه في بقايا، لا ده انا بحب اتخلص منها اول باول، لكن بحب اتاكد عشان تضمني، عشان الضمان ان الحاجه دي نطفت تاني مرة لما اجي انظف يبقى بالنسبة لي سهل وخفيف، خاصة لما اجيب السجاد واقعد اغسل السجاد ما اخدش وقت، مش اتعب في السجاد واروح اعمل مجهود في الشقة تاني، لا خالص بيبقى بالنسبة لي سهل ان انا دوب بس شوية مية وشوية معقمات كده وتبقى الارض فلة. آه ويبقى سهل بالنسبة لي. وزي ما قلت لكم ان هو الخرطوم كان مساعدني تماما في الموضوع ده. طبعا انا مصورتش كل شقه، مصورتش كل التنظيف اللي فيها لان كل هو مسح، بس هو كان عبء بالنسبه لي الاوضه، ان انا عايزه انضف الاوضه كويس، مكان الفراخ، مكان تربيه الفراخ دي كنت عايزه الفراخ البيضه، فاهمين؟ آه لان الفراخ البيضه بتحب تتربى في مكان مقفول، طبعا كلنا عارفين كده، فعشان كده كانت امي حطاها في الاوضه. كان لازم طبعا انضف الاوضه كويس جدا جدا جدا، زي ما قلت هي اتنضفت في الاول بس تنظيفات اوليه كده يعني ايه سريعه، يعني مفيش اتقان، فاهمين؟ اللي نظفها ما اتقنش خالص تنظيفها، فانا حبيت انضف المكان وكده عشان استريح نفسيا، خاصه عشان السجاد لما انضف السجاد ينضف معايا، ما ترجعش عليا الميه اللي ايه المتسخه بالتراب وكده ترجع على السجاد. طبعا هنا انا كنت واقفه في الاوضه بعد ما نطفت وكل حاجه، حبيت دي الصاله ودي الطرقه بتاعت الاوضه، الاوضه خلاص بقت نظيفه تماما والله، حتى الريحه بتاعتها ما فيهاش اي الارضيه وكده ما حطيتش اي حاجه، بس مع ذلك الارض ريحتها كويسه مش وحشه، ما فيهاش ريحه الزفاره، ما فيهاش ريحه الفراخ، ما فيهاش ريحه الكتاكيت، ما فيهاش ريحه اي حاجه. ليه؟ عشان الشباك ده مفتوح على طول، الشباك اللي نازلين منه الخرطوم ده مفتوح على طول، فالاوضه متهويه على طول، وغير كده الشمس بتدخل لها الشمس، فاهمين؟ الشمس طبعا بتطهر اي حاجه وبتنقي اي حاجه، عشان كده ما تلاقيش اي ريحه وحشه في الشقه عامه يعني. وهي خاصه الاوضه دي والاوضه التانيه اللي جنبها دول عشان الشمس فيهم على طول، فبتلاقيهم ريحتهم كويسه يعني. الصلاه والسلام. وفضلا وليس امرا اللي مشتركش في القناه اشترك في القناه يفعل الجرس ويدوس على كل عشان يوصل لكم كل جديد مني ان شاء الله. النهارده زي ما قلت لكم التنظيفات بتاعتنا كانت عميقه ومش عميقه، التنظيفات كانت سهله وبسيطه جدا، زي ما قلت لكم ان هو الخرطوم ساعدني جدا جدا في التنظيف، او الميه بمعنى اصح ساعدتني كتير جدا في تنظيفها وخلتني ما خدتش وقت خالص في تنظيفها، لان زي ما قلت ان بالشرشوبه عكس الميه، فاهمين؟ ده بالنسبة لي بيبقى أحسن وأسهل بكتير. وطبعا زي ما قلت إن أنا خدت راحتي جدا لما كانت الأرض مش مفروشة. وتحياتي نجوى سالم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.